أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ فاضل الكريم الدكتور إبراهيم عبد العزيز العساف وزير المالية بالمملكة العربية السعودية. معالي الأخ العزيز سفير المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية. الأخ العزيز الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة. السادة نواب رئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب بجامعة القاهرة. السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أشهد مع حضراتكم اليوم وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة 2020. هذا الحدث المهم الذي يعد من ثمار زيارة تاريخية ناجحة التي يقوم بها فخامة صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين إلى بلده الثاني مصر. هذه الزيارة التي تعكس طبيعة وأهمية وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين وتوجه رسالة للعالم كله بمدى قوة ومتانة العلاقة الخاصة التكاملية التاريخية المصيرية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأود في البداية أن أعرف باسم أسرة الجامعات المصرية عن أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على هذا العمل الإنساني النبيل الذي سيكون له أطيب الأثر على حياة ملايين المرضى المترددين على هذا المستشفى سنويا، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد لما فيه خير أبطالنا وأمتنا والإنسانية جمعاء. كما أعرب عن أسماء آيات الترحيب والحفاوة بأخي معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية بالمملكة العربية السعودية ومندوب خادم الحرمين الشريفين الذي يشاركنا هذا الحدث الهام، متمنيا لمعاليه طيب الإقامة على أرض الكنانة وآملا أن يديم الله ما بين بلدينا وشعبينا من أواصر المودة والتعاون وأن يبقي هذان البلدان الشقيقان دائما وأبدا حصن الأمان والسلام وجناحي التنمية والرخاء للعرب وللمسلمين في كل مكان. السادة الأساتذة والعلماء، إن مشروع تطوير مستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة الذي نحن بصدد وضع حجر الأساس له اليوم يشمل وحدات الرعاية المركزة والطوارئ والأقسام المختلفة، فضلاً عن تزويد المستشفى بالمعدات الطبية الحديثة اللازمة وإنشاء أقسام ووحدات تخصصية جديدة في شتى التخصصات عبر 6 مراحل للتطوير لإنشاء 6 مستشفيات تخصصية عصرية يجري تمويلها بقرض ميسر قيمته 120 مليون دولار مقدم من الصندوق السعودي للتنمية. إن هذا المشروع الطموح الذي ستقوم على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مدة 3 سنوات يهدف إلى تطوير كامل النظام المؤسسي والإداري بشكل حديث ومميكن ضمن منظومة لتحسين إدارة المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة لتتحول المستشفى إلى مجموعة من المستشفيات التخصصية العصرية صديقة البيئة. إن ما نشهده اليوم هو أحد ثمار زيارة صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين تأكيداً لشراكة استراتيجية تكاملية بين بلدينا بشكل يليق بطموحات وتطلعات الشعبين، ويبعث بأمل حقيقي لكل أبناء هذه الأمة بفضل الرؤية الثاقبة والحكمة السياسية البالغة التي يتمتع بها قائد البلدين الكبير.